السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف ديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون أحوالكم كلها على خير وتكونوا دائما في تمام الصحة والعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة. جولة اليوم غتكون من يتهمني في عين سبع، نزلت لكم الجديد ديالهم في الأواني والديكورات، عندهم حويجات غزالين بزاف وراقيين، وهذا المحل كيتميز بالتنوع في المنتجات ديالو، ومرة على مرة كيدخلوا قطع جديدة وبجودة اللي فعلا ممتازة. وبديت معكم بالأواني اللي مصنوعين من البومبو، تقدروا تحطوا فيهم مثلا المملحات والفروماج الحلويات والكاك وغيرهم، وكيجي المنظر ديالهم زوين بزاف ومتول في الطبله. جابوا فيهم شكيلات متنوعه، كاينين اللي طوال وكاين حتى اللي بحال قطاعه فيهم الجديده ديالهم وجاو غارقين شويه. وماشي من الضروره انكم تحطوا فيهم نوع واحد ديال الماكله، تقدروا تفننوا وتبدعوا كيف ما حبيتوا، اكيد كتجي النتيجه زوينه بزاف. وعلى فكره راهم تقال البنات ماشي خفاف. وهنا جابوا هاد المقيلات الصغار حمقوني، هادو صراحة فنين وتقال، فيهم اللي مدورين وحتى اللي مربعين بزوج جديدات في الجناب، وكاين حتى هاد الشكل اللي فيه سيبور من البومبو، تقدروا تقدموا فيهم الأطباق ديالكم بشكل فردي، كل واحد وديالو، مثلا لي غاطا والأطباق ديال البيض. وشاركت معكم حتى الريدويات، عندهم شكيلات زوينين بزاف، وكيجيو يا اما في غرف الجلوس وحتى في غرف النوم، وجابو فيهم لوينات غزالين كيف ما غتشاهدوا معايا في هذا الفيديو. وما نسيتش ليكم اكسسوارات ومنظمات الحمام اللي اكيد حتى هما جابو فيهم الجديد. صافي هذا ما كان، غنخليكم دابا تشاهدوا التتمه ديال الفيديو وتعرفوا على اهم العروض والميزات اللي عندهم حاليا. ما تنسونيش من لايكاتكم وتعاليقكم والبارطاج مع الاقارب والاصدقاء، وكذلك الاشتراك في القناه بالنسبه لكل المشاهدين الجدد. فرجه ممتعه الى فيديو اخرى باذن الله تعالى ومشيئتي. خليتكم على خير.